الله وبركاته، ازيك يا حبيبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا معاكم فيديو جديد في اصلاح بنسه البرشام. بنسه البرشام تيجي تشتغل بيها مش عايزه ايه، مش عايزه تشتغل، ما بتلقطش في البرشام وبتاخدها. انا دلوقتي هبدا افكها. انا فكيت المسمار الاول، بنز الاولاني ده اهو، البنز ده بيبقى مثبته ايه، مثبته تيل اهي. فانت مجرد بتقرص على التيلة بحاجة كده بالمفك، بتزقها كده شوية وتقوم ايه، التيلة طبعا بتبقى راكبة كده، بتبقى راكبة وقلبها ايه، التيلة اهي. فبنبدأ ايه، نخلع التيلة. خلاص طلعت معانا الايه، بالنسبة للايه، بالنسبة للركيز الاولاني ده. هنبدأ بقى دلوقتي نطلع البنز التاني ده اللي هو ماسك اللقمة اللي بتسحب البرشاة. اما نيجي نطلعه على حاجة مدورة زي كده اهو، ونحطه كده عشان سند لينا، وهنبدأ ندق عليه دقة. خلي بالك بيبقى فيه سوستة، فيه سوستة جوه اللقمة دي هنا، فالسوستة دي لو انت دقيت البنز ده وبيطلع ممكن السوستة دي تطير. فانت خلي بالك وانت بتدق كده ما تعدوش للآخر، على بال ما ايه، اهو هو سقط معايا نص، سقط اهو. هنبدأ نكمل معاه شوية، بحط ايدي، شوف انا حطيت ايدي كده درت عشان السوستة ما تطيرش اهو. هو كده ايه، طلعت والمفك خش بدلها. لا السوستة، بص يا ريت نقرب نجيب الحاجة اللي بقول عليها دي اهو، بص المفك دخل بدلها، لقى على السوستة. فانا هبدأ دلوقتي اشيل ايدي اهو، السوستة هتضرب في ايدي اهي اهي، بس كده تفك معانا الايه، اهو الدرع دي اتفك اهو، وادي السوستة اللي بنقول عليها اهي، اهيت. وهنبدأ نطلع مكونات اللقمة ديت اهي، اهي ادي مكونات اللقمة دي، اهم جزء في اللقمة الحتة ده اهي، ده انا وريتها لكم من هنا بقى كده اهي اهي. اللقمتين دول لهم هم دول اللي بيمسكوا على الايه، على البرشامة، ويعضوا ويسحبوا الايه، ويسحبوا الورا. الجزء ده الجلبة دي بيبقى راكب عليها السوست اهي، تبقى ضغط عليها عشان خاطر، وديت بتبقى ضغط على الايه، على اللقم بتاع البرشامة. اللي بيعطل في الشغلانة دي كلها، يا اما دي بتنعم بس دي مش نعمة، دي خشنة اهي فما بتعضش، يا اما السوستة دي بتبقى عايزة تتشد شوية اهو. زي ما احنا شايفين كده انها ايه، كل المشكلة في السوستة ديت انها بتبقى ضعفت. فانا همسكها هفردها شوية اهو، نقويها كده حبة، وما نركزش على حلقة واحدة واحنا بنشدها، نحاول ايه كل الحلقات عشان خاطر تبقى انت يبقى قويت بجد اهي. انا كده شدتها عشان نفهم النظرية بتاعتها بقى بتبقى شغالة ازاي. زي ما انت، انا عندي اللقمتين دول اللي قلنا عليهم اهم، بيبقوا كده وبيبقى فوقهم الجلبة دي. الجلبة ديت فيها يمة عدلة خالص، دي اليمة اللي يبقى عليها السوستة، ويمة تانية مشطوفة كده، الشطف ده بيخش في قلب الشطف ده كده اهو، عشان خاطر لما انت بترفع الايد بتاع البنسة لفوق تقوم ضغط على الشطف ده كده، الشطف ده يخش في ده كده، قوم ضغط عليه بيحصل، بص يحصل ايه بقى، لو هي بتبقى قافله كده لما بتضغط كده دي بتوسع شويه، توسع ليه؟ عشان وانت بتنزل، لو جينا عملنا البرشامه اهي، البرشامه بيبقى لها الطرف ده كده اهو اهو، فهي بتبقى شدتها وطلعت شويه، وديت عليها اهي اهي،
والسوست فوق منهم، فلما بنضغط كده دي بتوسع حب، تقوم تدي فرصة ان الايه ان البرشامة ان اللقم دي تتحرك لقدام على البرشام عشان تعرف ايه تعرف تسحبها. هي بتبقى خلاص على اخرها كده وسحب الجزء اللي فوق من البرشامة، وانت بتبدأ ترجع فتقوم دي ساقطة فوق منها كده مرة تانية، اما بتسقط فوقها كده بتفتحها شوية عشان تساعد ان الايه ان المسمار بتاع البرشامة يبدأ يتحرك جوه اللقمة، وتبدأ اللقمة وانت بتسحب لفوق تبدأ الايه نبدأ الضغط من الجناب بتاع المسلوب ده هو، يقوم يبدأ تعض في قلب الايه طرف البرشام وتبدأ تسحبها معاه. فاحنا كل اللي هنعمله دلوقتي احنا هنبيت الايه البرشامة بتاعتنا هيت، هنبيت اللقمتين الاتنين اهم بالراحة كده واحنا بنبيتهم، نص واحدة اهوت وهبين النص التاني هبيتها. اتأكد ان المسلوب الضيق ده هو للجوه، بص الاتنين كده اتأكدت ان هما الاتنين باتوا قبل بعضيهم، بص اهو اتأكدت الاتنين طالعين، هما الاتنين مسلوب قبل بعض، هما الاتنين مفيش واحدة سابقة واحدة والاتنين طالعين كده. اركب السوستة دي، اركب السوستة دي على دي الاول كده اهو، بس تمسكها اهي، بحيث تبقى ماسكاها زي ما انا شايفين. انا ركبت دي اهو، شايف النص الفلقه النص دي كده اهو نص اللقمه، وانا بنزل هخلي برضو السن ده اهو، هخلي السن ده اهو يا ريت يكون باين، هخلي السن ده يبقى جاي قبل ده كده، بحيث يبقى ايه دي تبقى جايه في الفتحه بتاع الاثنين، خلي الاثنين قبل بعض اهو. انا هظبط دي قبل دي اهي، وابدا ايه انزل واتاكد ان انا لما بضغط كده سباق انا ضغط، بص ايه اللي هيحصل في قلب الفتحه بتاع الاثنين دول، اما بضغط من هنا كده بص بيحصل اتساع اهو، بيحصل اتساع في قلب الفتحة اهو، قربي عليها جامد عشان تبان، قربي يا ماما ايوه كده مش قوي، خلي المخرش بتاع تفكس ايوه كده، بص اهو لما اضغط بتوسع اهو، شايف اهو لما اضغط بتوسع، هو ده اللي بيحصل. نسقطها هنا الاول في مكانها هنا، نجيب الدراع التاني نبدأ نحطه مكانه كده اهو، وهبدأ بقى ايه اجيب البنز اللي هو ده اهو مناسب لحجم السوستة واحطه كده اهو، واضغط عليه لحد ما الاقيه، بص انا بضغط عليه لحد ما يعدي من الفتحة دي اهو، بعد ما ضغطت وعدى من الفتحة دي ببدأ ايه بص في خرم هنا اهو، ابدأ الخرم ده اهو احوش السوستة اهو، اهوش السوست عشان ما ترجعش تاني، خلاص كده السوست ما رجعتش اهو، ابدا اسحب البنز، سحبت البنز اهو زي ما احنا قلنا في يمة عدلة وفي يمة مدورة اهي، خلي العدلة دي هي اللي يمة السوست، ونبدا نحط الايه الدراع ده، نبدا دي في الدراع الاول اهو، وبعدين نعدي الايه بعدين نعدي البنز مكانه اهو، انا بعديه اهو حاطين من هنا كده وداخل من هنا اهو اهو، ابدا اعدي مكانه اهو، عدي من اليمة دي اهو. ايدك حيش، وابدا اضغط ده نلفه بس سنة كده اهو عشان يرجع مكانه، وابدا ايه اشيل بقى بعد كده الايه المسمار اللي انا حاطه عشان يلقى السوست اهو كده بقت تمام. هبدا ابيت الايه البنز التاني اهو، اهو جايب اللي انا بعمله ده
هبدأ أبيت البنز ده اهو. ايوه، وهبدأ احط التيله. التيله فين؟ التيله وقعت مني، فاحنا هنجرب من غير التيله دلوقتي، واللي يلاقيها يبقى يقول ماشي. اخيرا لقينا التيله اهيت وركبتها. كانت موجوده فين تتوقعوا؟ ولفت الدنيا عليها وهي لازقه في الجراب بتاع الموبايل. جراب الموبايل في حته مغناطيس فهي ماسكه فيه. هنبدا نجرب دلوقتي. ايوه ادي البرشامه اهيت اهي. شوف بتم الضغط ازاي معانا. طبعا لازم نبقى ضغطين عليها كده هنا، ما تخلاش تفكس اهي. زي ما احنا شايفين خلصنا حاجه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش لايك وشير واشتراك. مش هنغرم حاجه لو عملنا لايك، بس انت كده بتدعمنا. يلا سلام عليكم.